ومزاجكم دائما يحلى ويانا في كل يوم سبت مع فقرة فنان الويكند في برنامجكم هلا ويكند. هالمرة بنروح وياكم مع هالفقرة لفنانة وريحانة الفن. قالوا ناس كثير انها ريحانة الفن العراقي، ونقول اليوم احنا عبر اثير هلا اف ام وبرنامج هلا ويكند هي ريحانة الفن كله. فنانة جميلة ومغلطتها انها اكتسحت الساحة الفنية بمجهودها. ريحانة الفن الا قل لكم عنها ولا بكون انسان اناني. نرحب بالفنانة رحمة رياض على اذاعة هلا اف ام، اول اذاعة خاصة بالسلطنة، ويسعد اوقاتك يا رحمة. يسعد اوقاتك انت وجمهورك ومستمعينك. اول شيء هذا اول انترفيو لي موجه لمستمعيني في سلطنة عمان، الشعب اللي انا اعز هواية واللي انا يعني تقدر تقول ربيت عندكم ابو 7 سنين، فاعتبركم اهلي وناسي، وهذا مو جديد عليكم. انتوا اهل عمان يعني اهل الكرم والطيب وناس محبة للفن وناس بسيطة، والله يخليكم. فنانة عراقية، ويعني الحمد لله رب العالمين، أنا أعتبرها هذه نعمة. أكرمني بعائلة فنية، والدي الفنان الراحل رياض أحمد، وأخذت منه ورثت منه تقدر تقول حلاوة الصوت. ما رح أقول لك على عمري يعني لا تنطر هذا الجواب. طيب. عايشة حاليا في الدوحة، عندي مسلسل وموقعة مع شركة Music is My Life في لبنان، هي الشركة المنتجة حاليا لأعمالي إن شاء الله، اللي نزلت أول آخرها أغنية بوسة، وإن شاء الله في أعمال قادمة إن شاء الله تعجب الجمهور. بما أن احنا بدينا مع الفنان الكبير والدت رياض أحمد ومجهوده الكبير، طبعا ان شفنا رحمة رياض مشاركة في كثير من البرامج، الله يرحمه يا رب العالمين. و في حياتك والله تقدر تقول انه انا ابويا يعني اثر علي هواية، لانه انا فقدته وانا صغيرة. اول شيء يعني فقدت هذا الحنان الأب الحقيقي، بس الحمد لله أنه أمي وزوج أمي ما قصروا وياي وعوضوا لي هذا الحب. تأثيره الإنساني كان، أنا أبوي إنسان طيب جدا وإنسان بسيط جدا، قلتها وأقولها 100 مرة أنه أنا أبوي عمري ما حسسني أنه هو فنان، هو فنان جدا مهم في العراق وأكيد في الخليج يعني، فما عمري حسيته فنان، كان إنسان بسيط، إنسان متواضع، محب لجمهوره. علمني هذه الشغلة، أخذتها منه من غير ما أحس، بعد ما اكتشفت على كبر أنه أنا أبوي إنسان مهم جدا، أنه أنا بنت شخص علم من أعلام العراق. هذه الأشياء الإنسانية الفنية، أنه أخذت من حب الفن، حب العطاء للفن. أنا إنسانة أحب الفن، مش على يعني مو لهدف معين، أنا أحب الفن، أحب أغني يعني. أنا أحيانا إذا ما يجيني وقت أغني تتعب نفسيتي يعني، أحتاج أني أقعد أغني، أقعد أسمع صوتي، أحد يسمعني. فأخذت منه حبي للفن، أخذت منه بتقدر تقول أخذت طريقته بتقديمه للفن. أتمنى أني ما أكون خذلت أو خذلت جمهوري بشيء معين يعني، أتمنى اللي قاعد أقدمه هو شيء يليق باسم والدي ويليق بجمهوري العراقي أكيد، وبجمهور أكيد الوطن العربي اللي يحبني واللي يعرفني يعني. الله عليك يا رحمة، ما شاء الله عليك، عطيتينا هالكلام الطيب. أنا ما غلطت لما قلت يا مستمعينا إنها ريحانة الفن. رحمة، بما ان احنا تكلمنا على الوالد الكريم، هذا قلبي فالح فيه دايم يبي ينادي، خذها علي هذا يزعل وانا ارضي، هذا قلبي فالح فيه
واجب عيني تباريك يا حبيب واجب يا الحبك هين وهين واقرب من رمش العين واقرب من رمش العين ما حد يلك يا زين ما حد يلك يا زين على عينك حاجب واجب أدرى طباعك يا زين أدرى طباعك يا زين مزيونة وزينة قل لي الماء شافك زين قل لي الما شافك زين شي سوي بعينه غايب لكن بروح وعطورك لسه تفوح تبقى بقلبي وما تروح تبقى بقلبي وما تروح لما صاح الصاحب واجد تدري اني دمعت عيني. طيب الفنانة الله يخليك يا رب العالمين وان شاء الله يا رب ما تفقدي غالي يا رب في حياتك. طيب الفنانة رحمة رياض خلينا آمين يا رب خلينا نرجع كذا شوي للأيام الورا وبعد ما شاء الله يعني صرت ستار والكثير من المعجبين دائما يتابعونك في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. نروح على أول برنامج شاركتي فيه هو سوبر ستار وكانت هذاك الفترة تقريبا عمرك 17 سنة كيف يا ترى كانت أول شيء زياد أنا يعني أهلي داعمين إلي بشكل ما تتخيله يعني أنا الحمد لله مقربة بعائلة دعمتني فنيا ومؤمنة في موهبتي. انتقلت من عمان أنا سافرت من عمان عشان سوبر ستار السبب كان هدف سوبر ستار وسافرت على البحرين وقدمت وكانت بداية حلوة اللي تقدر تقول يعني اكسبيرينس علمتني كثير لأنه يعني أنا كنت صغيرة العمر كانت تنقصني خبرة بالغناء يعني بالجرأة بالغناء وبال يعني بالجرأة نقدر نقول فحصلت الدعم الحمد لله من العائلة وكان حبوني ناس وفي ناس حبتني بسوبر ستار بس ما كملت لأنه كان العراق بوقتها يعني كان توه فاتح على التلفزيونات وعلى الساتلايت وعلى وجود هذه البرامج الفنية وكان يعني هسه داخل الموبايل وكذا فعلى مجيتي أنا حسيت أنه ما أجانب التصويت القوي من بلدنا يعني فما خذلتني هذه الظروف بعد ما طلعت بالعكس حفزتني اني اتعلم اني اقوي نفسي اكثر وانا الحمد لله عندي ارادة جدا قوية ودائما عندي امل وطموحات كبيرة وبعد سوبر ستار اكيد انت تسألني انه انا شاركت في نجم الخليج صح؟ اكيد ما شاء الله عليك تقرأي افكاري اليوم ما هو الجواب يجر بعضه يا سيدي نجم الخليج برنامج كان يخص يعني الخليج والعراق صحيح وغنيت الغناء العراقي والخليجي والحمد لله أنا أشوف نفسي إني كنت زينة وكنت دائما يعني أحصل الكومنتات من أستاذ عبد الله رويشد من أستاذ خالد ناصر من أستاذنا خالد بن حمد ما عمري يعني سمعت مثلا إطراء سيء كانت على طول إطراءات إيجابية يعني وكان التصويت قوي الحمد لله أنا أعتبر نفسي نجحت في هالبرنامج لأنه بعد أخذت خبرة الغناء الخليجي وحفظت أغاني كثير خليجية ما كنت أعرفها والمشكلة اللي صارت لي بالبرنامج أنه أنا كنت تنقصني خبرة أني أنا أكمل بعد البرنامج وكان تعرف انت ما يعني شركات الانتاج والشركات الفنية ما بصراحة ما حصلت الدعم منهم ما اعرف ليش ما انه هذا انتقاصا مني بالعكس انا اشوف يمكن هم ما انتبهوا لي او ما شافوني ما يتابعون برامج فنية او هم يبحثون عن موديل اصوات مختلفة عن صوتي او شكلي بس حاولت اكمل بعد البرنامج
لقيت صعوبة كثير. بعد ما غنيت أغنية وطنية العراق وأغنية هي تخص العراق وتخص والدي كانت من ألحان هشام يوسف وكلمات حازم جابر، أغنية اسمها رحموني، والحمد لله هذه عرفتني على جمهوري جمهور العراقي وكل الناس حبت الأغنية والأغنية أخذت المراتب الأولى في العراق الحلال. بعد لقيت صعوبة يا زياد في إني أكمل، وبعد ما أحبطت ولا حسيت بالفشل، الحمد لله قلت لك عندي إرادة وإرادتي وطموحاتي جدا قوية وكملت وسألت برنامج ثالث سوبر وومن رحمة رياض ويانا اليوم برنامج هلا ويكند. طيب رحمة، ممكن تسمعين الأغنية اللي غنيتيها للشعب العراقي؟ أيوة أكيد. لا عايش أبويا وصف حالي بعيدا عن وطن دوني غالي وفي الصبر بينا ليالي تمر حزينة وروحة الكم تمادي راقب ذمته أولادي عزيز وأغلى من حي علي ورحمه يا عالم حسوا بي بعد عين العراق الله عليك الله عليك على هالصوت. طيب رحمة، خويات كذا الستار أكاديمي، وممكن نقول أن ستار أكاديمي كانت البداية والانطلاقة الحقيقة لرحمة رياض. الثالثة ثابتة يعني أنت تمشي هذا المثل اللي يقول أن الثالثة ثابتة. ايوه. طيب خبرينا رحمة ان كيف كانت بدايتك انت، كيف سمعت عن ستار اكاديمي؟ يعني هو يعني البرنامج له صيت واسع في الساحة العربية، بس كيف رحمة بدأت في الاختبارات؟ كيف رحمة دامج؟ كيف صار عندها الاحساس ان انا لا لازم اروح الامج، لازم اثبت لكثير من الناس، وخاصة ان انا ما حصلت عن من كثير من الشركات، لازم اثبت لهم ان رحمة رياض موجودة في الساحة الفنية. أول شيء ستار أكاديمي أنا كان عندي أصحاب في البرنامج، يعني كانوا موجودين في ستار أكاديمي، وبعد ما طلعوا هم يعني هم اللي شجعوني إنه رحمة حلو البرنامج والبرنامج يأسس لك قاعدة جمهور كبيرة، وستار أكاديمي برنامج محظور في الخليج وفي الوطن العربي، يعني لأن الناس فضولية وتحبك، هو كان 24 على 24. كنت مستصعبة أول